بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله أول يوم في رمضان، فهنتكلم على خواطر حول مصطلح العمارة الإسلامية. المصطلح ده بنسمعه كتير، فعايزين نبدأ نفهم يعني إيه المصطلح ده. فهم المصطلحات بيساعدنا كتير جدا وبيسهل علينا حاجات كتيرة، وحفظ الاختصارات طبعا بيوفر الأوقات. من حفظ الاختصارات وفر الأوقات. فإحنا دلوقتي في المصطلح نفسه، يعني ايه عمارة إسلامية؟ في أول فكر اللي هو ايه، إن أنا أكتب على حاجة آية قرآنية أو أسماء الله الحسنى، تمام؟ ده مفهوم، بس لو احنا جينا نفند الأسلوب دوت بلاقي إن هو مش بالسليم. ليه؟ ممكن يكون المبنى فيه بعض الحاجات اللي بتتعارض مع الإسلام او تعرض مع الاداب الاسلاميه، زي مثلا ان كل حاجه مفتحه على بعض. فمثلا ما فيش ادم مخصص للرجال، ما فيش ادم مخصص للنساء، الاثنين مفتوحين على بعض. يعني في بعض الحاجات كده، ودي اللي هنتكلم فيها بعد قليل. ان انا مجرد ان اكتب حاجه، طب ما انا ممكن اكتب ابيات شعر، يبقى ده بيت شعري؟ لا، ما ده كده هيبقى حاجه مش سليمه خالص، تمام؟ انا شفت الموضوع ده فعلا كتير في مباني تبقى معموله، يقول لك ايه، خلط بين العماره الاسلاميه والعماره الحديثه، لانه عمل مبنى حديث وكتب عليه آية قرآنية مثلا. فالكلام ده مش يعني العقل السليم بيلاقي نفسه ايه وقف فيه. الحاجه التانية بيقول لك ايه، ان انا بحاطط القباب او بحاطط الاشكال اللي انت اول ما تشوفها تحس ايه، ده اشكال اسلاميه. طيب ده مفهوم يعني اقرب الى الصح. طبعا الحاجات دي كلها نسبيه، بس انا يعني بقول لك ايه، ممكن يكون واحد شايف ان الاولين هو الصح او التاني الصح، او اللي انا قايله غلط وهو في حاجه احسن عنده يا ريت يفيدني بيها. انا من دون تحت اسمها مهوس البيم، اتمنى لو في اي تعديل هتلاقي الفيديو قول لي والله في راي احسن من انت بتقوله، يبقى جزاكم الله خيرا. في مفهوم تاني يقول لك ايه، شكل الكباب شكل كذا شكل كذا، نعمل بيوت على شكل كذا، زي ما احنا بنشوف مثلا بعض المباني الإسلامية بتاعت زمان، نبدأ نحاول نطبقها دلوقتي. طب تعالى نقف وقفة هنا. هل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والخلفاء الراشدين كانت بيوتهم بالشكل اللي انت بتقول عليه دوت؟ المباني اللي انت اول ما تشوفها تقول دي عمارة إسلامية او ده تراث إسلامي، اللي هو شكل الكباب، شكل الشباك يبقى في حتة زيادة على شكل القوس، الحاجات دي كلها هل كانت موجودة؟ لا، ما كانتش موجودة. طب يبقى كده في نقطة احنا وقفنا عندها. طب الحاجات دي بدأت تظهر امتى؟ بدأت تظهر في العصر العباسي، وبدأت تظهر في العصور العصر العثماني، لما بدأ يختلط بالعمارة العمارات الأخرى زي العمارة البيزنطية، العمارة الرومانية، بدأ ياخد منها شوية حاجات ويطور ويضيف ويعمل حاجات خاصة بيها، بدأت العمارة تدخل بيها. فدي مش ما نقدرش نقول عليها عمارة إسلامية صرفة، ونقدر نقول مثلا إيه، عمارة خلاص بقت خدت طابع الشرقي، خدت طابع العباسي، تمام؟ بس مش هي دي اللي نقدر نقول عليها عمارة إسلامية، تمام؟ لأن أنت ما بتلاقيش العمارة ديت موجودة في كل الدول، بالعكس بتلاقي بعض الخواص فيها موجودة في العمارة المصرية، كانت انتشرت فترة من فترات. وطبعا لما الفاطميين دخلوا مصر برضو طوروا شويه في العماره. هتلاقي اليمن مثلا ما فيهاش الموضوع قوي، هتلاقي كل دوله ليها حاجه خاصه بيها. ليه؟ اختلطت العماره اللي هم خدوها من بره مع العماره الموجوده في قلب البلد نفسها، وبدا يبقى كل حاجه لها طابع خاص بيها. طب ايه بقى حكايه العماره الاسلاميه؟ واللي انا مهتم بالتعريف نفسه، لان انت لما تتكلم تقول العماره الاسلاميه يقول لك يعني ايه عماره اسلاميه؟ يعني انت تقعد تقول اقتصاد اسلامي وعماره اسلاميه والحاجات دي كلها، لا. طيب طيب خلينا نقول ان العماره الاسلاميه هي ان انا ابني البيت، او ابني الحاجه اللي انا هبنيها المدخل، يعني فيها الفكر الاسلامي، او فيها ما لا يتعارض مع الشريعه، بحيث زي ايه، ابرز الحاجات. طبعا في حاجات كتيره جدا، بس ابرز الحاجات انا مثلا الاسلام بينهانا عن الاختلاط، فانا عايز اخلي في مجلس للنساء ومجلس للرجال.
الاسلام فيه احاديث كتيره وكلام كتير بتنصح الواحد ان هو يحاول ياخد بيت يكون واسع، تمام. حتى الامام يحيى بن معين قال الله وهو يموت: ما تشتهي؟ قال: اسناد عالي. انا عايز اسناد يكون بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واحد او اثنين، او يعني حاجه عدد قليل، اسناد عالي وبيت خالي. عايز بيت يكون واسع كده وابقى قاعد فيه كده براحتي، تمام. يعني بقدر الامكان ما نحاولش ناخد بيوت ضيقه، لا نحاول ناخد بيوت واسعه على قد الامكانيه. ان موضوع الحراملك دوت انتشر بعد كده، ما كانش موجود في العصور الاسلاميه، بس هو في ميزه حلوه قوي، ان الرجاله ما بتبقاش شايفه اللي جوه البيوت، وفي نفس الوقت البيوت بتتهوى، وفي نفس الوقت اللي جوه البيت بيبقى عارف اللي جاي ده عددهم قد ايه، ما بيبقاش واخد باله من التفصيل، بس عارف مثلا في خمسه سته فيجهز الاكل ليهم، يبقى شايف ايه اللي موجود في الشارع، تمام. في بعض الخواص الجميله جدا في العماره الاسلاميه، وزائد ان لو حد عجبته الموضوع ده وحب يطبقها بشيء هي تتعرض معدوم ان شاء الله، لانها كلها يعني اداب عامه وحاجات احنا بنشوف في الاسلام مثلا قدر الامكان بيقول لك حاول ان انت ما تصرفش كتير لمجرد ايه التزايد، يعني انت ليك ان انت تبني البيت وتصرف عليه جامد بس يكون لفايده مش للزينه وخلاص، وما فيش نهي غير عن الاسراف، يعني في نهي عن الاسراف بس انا ممكن اصرف بس في فايده. يعني ايه؟ يعني انا ممكن ابني بيت جميل جدا وكلف كتير بس كان لفايده، ان انا مثلا اعتمدت فيه على الطاقه الشمسيه، فكده انا ما اضرتش البيئه، تمام، وما استهلكتش بعد كده في الايام اللي بعد كده مش هستهلك فلوس كتيره، لا ده خلاص جبت الواح الطاقه الشمسيه، فهتوفر معايا بعد كده في الكهرباء، هتوفر معايا في البنزين بعد كده، تمام. فأتمنى يكون الموضوع بس إيه بسيط، ما قلناش في مصطلحات صعبة خالص. هنلاقي في بعض النماذج بدأت تعمل بيوت كويسة جدا مفيدة، زي المهندس حسن فتحي الله يرحمه، كان بيحاول يعمل حاجات من حضارتنا ومن تراثنا، وفي نفس الوقت يعني تكون مش متعارضة مع القيم الشرقية والقيم الإسلامية بتاعتنا، تمام. فهو أنت بتحط تصميم البيت بتحاول تشوف إيه الحاجات اللي ممكن الإسلام يكون يتكلم عنها، وفي نفس الوقت تكون مناسبة للحياة بتاعتنا. يعني إحنا عندنا نهي مثلا في الإسلام إن الواحد أعزكم الله لما يدخل الخلاء يستقبل القبلة أو يستدبرها، وانت بتصمم البيت تبقى واخد بالك من الموضوع دوت، تمام. بعدين في نقطة كمان، يعني في أحدث حاجة اللي هي موضوع الجرين بيلدينج، ده يعني قريب من الإسلام. واحد يقول لي إيه يا عم أنت إيه اللي دخل ده في ده؟ هو الجرين بيلدينج عبارة عن إيه؟ ببساطة الجرين بيلدينج عبارة عن إن أنا ما أذيش البيئة اللي حواليا، أعمل البيت في نفس الوقت ما اجيش على حق اللي هيجي بعديه، يعني مش معنى ان انا بنيت البيت ان انا اضر البيئه اللي حواليا، تمام. ده باختصار موضوع الجرين بيلدينج، ان انا احاول قدر الامكان البيت يكون يقعد فتره كبيره، البيت يكون بياخد الطاقه نظيفه، ما يضرش البيئه اللي حواليا، ما يضرش الاجيال اللي جايه بعديه. وده ده روح الاسلام او الفكر الاسلامي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، وده اللي احنا بنحاول نطبقه، وده الحمد لله في دول كتيرة بدأت تنتبه للموضوع دوت، الدول العربية والدول الإسلامية بدأت تنتبه للموضوع دوت. نتمنى ان احنا نشارك فيه، يعني ما نقعدش بقى نقول ايه ده حاجة غربية ونتريق عليهم، لا هم عملوا حاجة كويسة احنا ناخد الحاجة كويسة ونحاول نطور عليها، ما نقعدش نتريق او نقول ده دول كذا، لا طب ما انت عملت ايه، احنا عايزين احنا نعمل حاجة كويسة يفتخر بيها اللي يجي بعدينا، يفتخر بيها أهل بلدنا. طيب خلينا ناخد نقطة كنت بتكلم فيها مع قريب ليا النهاردة. هل الصح إن أنا أجيب مهندس معماري وأقول له والله بص أنت لما تيجي تعمل البيت ربنا يكرمك، بس خلي بالك من بعض النقاط البسيطة زي وأنت بتبني البيت
خلي بالك مثلا يكون في مجال للتهوية، احنا كمسلمين وكعرب بنحاول نخلي بالنا من حاجات، حاول قدر الامكان لو بيتين قريبين بعض حاول تبعد الشبكة عن بعض بحيث ان الجار ما يشوفش جاره، تمام؟ حاجات بسيطة جدا ممكن نقولها، ولا نجيب شيخ مع احترامنا لكل المشايخ ونبدأ نقول له صمم لنا بيت، عايزين نعمل عمارة إسلامية، فمش هنجيب شيخ ونبدأ نفهمه حاجات العمارة، لا احنا هنجيب مهندس معماري ومتخرج من جامعة الشمس، جامعة القاهرة، جامعة دبي، أي جامعة، من جامعة من أمريكا، نقول له والله أنت وأنت بتصمم بعد إذن حضرتك خلي بالك من بعض الحاجات البسيطة، زي لما بيجي واحد من بره بيجي يصمم البيت نقول له خلي بالك احنا عندنا مشكلة في درجة حرارة كبيرة كذا كذا كذا، فربنا يكرمك وأنت بتشتغل خلي بالك من الحاجات ديت، فهو مش هيتضايق، بالعكس ده هو حاجة هتفيده إن هو يعمل بيت الناس تبقى مستريحة، وإحنا بنحاول قدر الإمكان نعمل حاجة تكون مناسبة للبيئة بتاعتنا ما تبقاش متعارضة مع البيئة بتاعتنا، تمام؟ وده على فكرة موجود في يعني في قضية كانت لسه مرفوعة من فترة، إن أمير بريطانيا اعترض على بيت معين كان بيتبني في قلب لندن لأن هو متعارض مع الطراز اللي موجود في بريطانيا، فقال لا ده ما ينفعش يتبني في وسط دوت، أنا مش معترض غير على إن المبنى متناقض مع التراث نفسه أو متعارض مع شكل المباني نفسها، فده كده غلط، تمام؟ فاحنا برضه نفس الكلام، احنا عايزين نبني بيوت جميله جدا وبيوت روعه وتبقى حاجه فخمه جدا وحاجه كويسه، وحاجه معتمده على الطاقه الشمسيه وحاجه معتمده على طاقه الرياح وحاجه بتوفر الطاقه وحاجه ما بتستهلكش المياه، اللي هو كل الحاجات ده يندرج تحت الليد، وفي نفس الوقت يعني زي ما احنا راعينا البيئه بتاعتنا وراعينا كذا برضه بنراعي الحاجات العربيه اللي عندنا والحاجات الإسلامية اللي عندنا ونراعي المناخ وبنراعي كل حاجة بحيث إن المبنى ما تحسش إيه إن أنت جايب حاجة من الهند وحاططها جنب حاجة من أوروبا جنب حاجة من مصر، لا تحس كده باتساق تام مع بعض، تمام؟ ف طبعا الأحسن إن أنا أجيب مهندس وأقول له على القواعد البسيطة جدا اللي هو يراعيها كبيئة كآداب كلها، بتاخد مثلا يوم يومين ثلاثة أشرحها له وأوريه شوية نماذج ناخد باله منها. ده نفس الموضوع برضو في السياسة، ان انا اجيب سياسي محنك واقول له والله بص احنا زي ما انت شغال انت اتعلمت حاجات كتير في السياسة، قعدت 20 سنة متخصص في السياسة وفهمت نظريات وفهمت كذا وفهمت كذا وفهمت ازاي تقول كلام يتفهم بمعنى معين، ممكن تقول مثلا اه انا موافق بس يتفهم بمعنى ان هو لا الموضوع مش هيتنفذ بالشكل دوت، يعني لو لاحظنا مثلا هضرب مثال عشان اقرب الموضوع، ان مش اللغه اللي بتتكلم بيها هي المفيده، لا ده هي الحاجات اللي هي غير منطوقه، يعني لما تلاحظ خلينا نطرح مثلا الناس كلها عارفاه الرئيس جمال عبد الناصر لما كان بيتكلم عن تاميم قناه السويس ما كانش بيقف، لا ده كان بيقول ايه قررنا ان نؤمن قناة، لقد قررنا أن نؤمن قناة السويس وكذا وكذا، كانت كلها ما فيهاش أي فاصلة بينها، هتلاقي الخطاب جاي سريع، هو مش مديك فرصة إن أنت تفكر، لا مديك فرصة إن ده قرار لازم يتنفذ، عكس لما جه يعلن استقالته، فلقد قررت أن أتنحى عن جميع، أنت إذا كل كلمة تلاقي نفسك بتقف تفكر فيها، إيه ده؟ هتنحى؟ إيه ده؟ هيسيب الحكم؟ إيه ده؟ هيسيبنا إزاي في وهيسيب المنصب إزاي؟ اداك فرصة ان انت تفكر في الحاجة وتحس بيها والمشاعر بتاعتك تنطلق، فده ده فن، ده علم بيدرس والراجل درسه في كذا مثال، وشاف السادات مثلا لما كان في الكنيسة ازاي بيتكلم بثقة كاملة وهو بيقول ايه لقد جئت اليكم على قدمين ثابتتين، فتحس كده ايه ان الكلام مش ايه لقد جئت اليكم على قدمين، لا تحس فعلا بالثبات هو بيقولها، تمام؟ فده السياسة ما ينفعش واحد يعني مثلا يكون في مجال تاني خالص ويقول لك ادخل في السياسة من غير ما يقعد مثلا مع نفسه كده بعيد عن الناس كلها معتزل يدرس سياسة ويروح جامعة ويروح يطبق وياخد ورشة عمل، يعني أهل الدين علمونا مثل بسيط جدا اسمه إيه؟
من نبت من ثبت نبت، او يعني ايه، لما تيجي عايز زرع يطلع لازم تغرسه، لازم تغرسه شويه ويبقى مدفون ويبقى بيكبر وانت مش شايفه، تمام؟ لو انت عايز زرع كفلاحين بقى، لو انت عايز زرع يطلع لازم بتدفنه تحت الارض، فيقعد له اسبوع مثلا مش ظاهر، هو ما بيعملش حاجه ولا انت شايفه، بس هو بيبدا يحط جذور تحت ويبدا يكبر يكبر يكبر، وبعد كده يبدا يطلع الثمره ويبدا يطلع بشجره كبيره، تمام؟ عكس لو انت حطيته في الهواء ومستني ان هو يطلع هيموت على طول، تمام؟ فكل واحد بيحاول، لو انت ناوي تخش في اي مجال لازم تقعد فتره كده مع نفسك تبدا تدرس الموضوع. كله يعني مثلا الدكتور، تمام؟ برضه الدكتور احنا عايزين الدكتور يركز قوي في الطب ويعمل ويعمل ويعمل، وهو شغال في الطب بيقرا قران وعارف ايه الحاجات اللي ينفع مثلا ما يكشفش مثلا على نساء الا للضروره، ويكون مثلا يعني يبدا يشوف ايه القواعد الاسلاميه اللي العلماء حطوها، ولا مفيش اي مشكله ان هو ياخد بالرخص، تمام؟ لان ده العلم، ان انت مثلا لو في رخصه من عالم ثقه تبقى حاجه كويسه جدا لو انت خدتها من عالم ثقه، تمام؟ على فكره مفيش كلمه انا بقولها غير ومعايا ليها ادله، او واخدها من شيخ او واخدها من عالم، يعني لو هي حاجه في الدين واخدها من شيخ، وحاجه واخدها من حاجه علميه باخدها من عالم، وحاجه معماريه باخدها من مهندس معماري، فان شاء الله هتلاقي الكلام ما فيهوش اي فتاوى. هو عشان فيديو مش حاطط مراجع، لو ينفع احط مراجع هحط مراجع. لو حاجه مكتوبه على المدونه ببدا احط كل حاجه المرجع بتاعتها حتى مين. هو اللي فكرني بكل الكلام دوت كلمه شيخ شعراوي قالها: اتمنى ان يصل اهل السياسه نصل اهل السياسه الى الدين، ولا يصل اهل الدين الى السياسه. الدكتور برضو يحاول، يعني كل واحد يحاول ان هو يبقى كويس في مجاله، وفي نفس الوقت احنا عندنا قيم عربيه وقيم اسلاميه نحاول نلتزم بيها، لان احنا هدفنا ان شاء الله ان احنا يعني ربنا يكرمنا ويرضى عنا ان شاء الله، ده هدفنا. معلش انا طولت عليكم، بس هي يعني خواطر في اول ساعات رمضان، واتمنى ان شاء الله انها تكون في ميزان حسناتنا ان شاء الله، وربنا يبارك فيكم ويتقبل باذن الله. اخوكم عمر سليم من مدونة مقاوس البنك.